توقعاتك مين هيكسب النهارده، ليفربول ولا برشلونه؟ طبعا برشلونه، ان طبعا فريق كبير وفريق عظيم وكفايه اليوم ميسي يعني. يعني من حاجه اللي احنا من كره لعب اللي احنا نتوقع انه برشلونه ان شاء الله كده ليفربول. ان شاء الله ليفربول عشان خاطر محمد صلاح طبعا. ليفربول ان شاء الله وعشان خاطر محمد صلاح طبعا. احنا بنفرح جدا لما بنلاقي اي حد مننا او شبهنا. هو ان شاء الله نتمنى ليفربول باذن الله. طبعا برشلونه فريق كبير جدا من اكبر انديه العالم، بس احنا نتمنى ليفربول. اعتقد ليفربول لان محمد صلاح هو سبب رئيسي في مكسب الفريق. برشلونه هتكسب بس 2-1، يعني ده احسن نتيجه هتطلع بيها النهارده.